ايش ليش اجى الحكم في صوته ويعرف شو القدرات اللي عنده ان شاء الله. اليوم نتوقع لهيثم يكون شدة الله، لانه مش بس هيثم صوت مميز وجبار، هيثم كمان اليوم يعتبر نافذة امل للشباب الموجودين في 48. نتوقع انه احنا ندعم هذا الامل. لما احنا نحكي التواصل مع العالم العربي فهذا احد انواع التواصل مع العالم العربي، اللي ان شاء الله بكون نافذ لكل الناس. هيثم ينجح، وانا عندي ثقه بهيثم وبصوت هيثم، نتامل الناس تقنع بصوته، وعندي قناعه انه ينجح ان شاء الله. بالنسبه لهذا العمل احنا بنشوف هيثم هو سفيرنا اليوم للعالم العربي كله. عم نحكي على برنامج كل العالم العربي بيشهدوا، هو سفير مجلس الأمة وسفير فلسطين، ندمل اللي مثلنا على أحسن وجه، وإحنا كمجلس واجبنا نرعى هاي الطاقات اللي عندنا، ورح ندمنا نسعى نرعى كل الطاقات الفنية والثقافية والرياضية والتربوية.